بتكليف من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله رعاه، شارك معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية صباح اليوم في مراسم جنازة فخامة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، وذلك بالقصر الرئاسي بمدينة قرطاج. وقد نقل معالي وزير الخارجية خالص تعازي ومواساة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء حفظه الله وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى فخامة الرئيس محمد الناصر رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة بوفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته والشعب التونسي الشقيق الصبر والسلوان. واستذكر معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة الدور الهام للرئيس الراحل في قيادة الجمهورية التونسية وتجاوزها مرحلة صعبة من تاريخها بكل حكمة واقتدار، وبجهوده المقدرة في تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين مملكة البحرين والجمهورية التونسية على كافة الأصعدة، وتمنيا للجمهورية التونسية وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار. وقد شارك عدد من زعماء الدول العربية والعالم ورؤساء حكومات وممثلي دول ومنظمات إقليمية ودولية في مراسم جنازة فخامة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.